Luma, je suis content et fier qu'il y ait autant de monde. Et c'est réconfortant pour l'avenir. Je souhaite que ça continue. Merci. الزلف الاول نع سلام الوان مرحبا يسوى النار تغيوان تلنا غرث الدار لنا مرحبا يسوى نار مغراقين دي دوش مولاد ثم زوالو ثوني دنيني اقلق نفرح مليح الله يعني تعدى اكن نبغى ثغر النغ ثب وضانا ندي نبغى لسقلين نلان يدين كبسكريين نزراد خمين دي دوش مولاد عندي لولو نشدوديس عندي لولو نمولانيس نزراد لو برومي بي سي دو لا ولايه 3 ثورا قلق نو غال درت هكا ثايا نكمل نكمل لقدي شنا النوغوري لا ستاتيون دي دوش مراد دير فرح ذا مقران ديون اسمي كثير وانت تويارا ني غاوني عاشو ثوا سني مامي لا راديو تي سي ني غا سنيد وينك بغانا وينك سينارا مكارا ديس دوكلي دايريا وينك سينارا مكارا ديس دوكلي ثماثانا دي خدر دي دوش مراد لا سليس جيب سكرين تغيوان تبغريب يلول يتربى يتزاير يموت ذي قسم طينا ما عندها وإلا قارن نسعو راسيزم إلا قارن نسعو كل المشكلة تاكي قلان نكون ذي جايريا أثمتنا غساقي لي 48 ولاية روح عند العسلامة نسن تامور نسن تودر نسن دارنا غا كلمة الله يعطيكم صحة دونك سي ان تري دونيون اونتر لي زالجيريان زمر غادي نغذ المثل ذمذيا الساقي ذايمي إنوالا إنميز أكن تسف دي تاقي أتيلي ظلوماج أتيلي ديوث الحاجة إستوريك أرد أرنوالي أسا دوزكا إي بي سي أون أوكازيون على جونيس نو أوتونك جون لا جينيراسيون دوجوردوي دوفوار أمك يساكريفيين لجدودنا إمزورنا أمك يساكريفيين يوكن يتحلان لانديبندونس Donc aujourd'hui, c'est à nous aujourd'hui, c'est à vous aujourd'hui de sacrifier encore davantage pour arracher notre liberté in ratin ashhalayagi. Donc c'est un moment de recueillement, c'est un moment de convivialité. Aussi, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué en collaboration avec les jeunes et la région, les métropoles, les comités de village, le monde associatif, l'ONM Nord, l'Assemblée populaire de Wilaya, à quoi des réunions et qui nous sont dans la crise et je vais nous agir, c'est la marque qui nous dit en Tchagounit à Rissofarasen. Donc, il a sagi, c'est une petite visite guidée au village Vskirien qui est Idifkan. يدي فكان ينصوميت يدي فكان أذرار دونك أذرار يفكاد أذرار دونك يفسكري ينثم غوط أذرار يفكاد أذرار نروح أرضينا إن بتيت فيزيت رخام الجدوديس رخام إمولانيس ندينا نبض سيتا مومون دو ركيما في العشرة ونسكن يدي ماري السومي ماراتون أرياوين اسم ندي دوش مراد هو كنا ذي قميل فدا أثيد نسمكتي وإن شاء الله تسعاد أذي اليوم كسقاسي دي تدون السومي ماراتون أجين يمكن أن veut l'inscrire, c'est-à-dire à dire national ou à dire international. Est-ce que la canne s'oblig ni que n'achirin le wila est mort le zaire et de la ville semi-marathon à guillemets. Donc, quand même, nous avons dit que la première édition déjà atteint un semi-marathon national. Un cérémonie international parce que ديدوش مراد ديون برغاز يسعان لا طاي يسعان لا كارور يعني ندونيتي مره وتورا كا ميد بضنا كل غاشيك في سكرينر ذاكي تفوك تزل ياكي السومي ماراثون نروح لينو بيان سور يسعاتي روكزان فروغ منه دونك نخدم لينوغوراسيون اي لا ستاتيو ياكي اون باراليل اتيلي شطوح الوعده نلنا بليك الوعده اتيلي ذي الوعده الناير خاطر قلا غي جونفيي دونك هاد نسمي كثير التاريخ قديم التاريخ انتورا بروشيوك دوين نزيك دونك نخدم الوعده غاتيلي دسقي الناير سي سيمبوليك بلي كادنيني الحساب نبوض على 2270
فوالا 1970 دونك ادن سمكتي الحساب النغ ادن سمكتي تاريخ النغ اقفور اقديم انزيك وميم طون سي اقلاغ زاكي اكن انشكار النغ تاكل هذا الملح باسكو دي قبايليت ما راتش نلعيبه تاكل هذا الملح سافو تو دير دونك سي بور سا ان النغ نخدم شغلاكي ومن بعد ديري ان بوتي تيمونياج دي زونسيا ماكيزار اكزمر نغ تفكن اول نسن اكاكي دي بوتي فوالا دي بوتي ميساج بور نوتر جينيراسيون ممكن يتواليتن دي زامولن اغتفكن استادير سي لوكازيون دو باسي لو فلومبو على جونيس نوساكي اكن هذي اليوم اوزكا الجزائر اكن يتبغان ودي تيدي حلان غيرسن دي دوش مورات ساكين عقلاغ دي تغيوانت نوغاريف إلمن دو سمكتي ويس 65 إميك ستشهد يغلي دي الشون دونور يون ومغراس مقران فكان ثو دارتينس باش أتفد الجزائر باش أدوي الاستقلال ثمورث من الجزائر دونك نسدر ذاكي وغريف إلمن دو سفد هذا لينوغوراسيون لا ستاتو يخدم وسقامو أغرفان أغيوان في لوكازيون أكيد دونك نكوني ذو الواجب في اللانا نيغاسن عقلاغ ذاكي خاطر ويكين وران يسمون سن الحروف سي ثمن سن ذوك مزروين تمورث من الجزائر نكوني ساكين سجي لكن تورا الى قعس النرت جميل تدنس مكتين من نوغ افيد اسبلن ثو درت نسن افيد اسبلن اكوين يسعن دو بليشير دونك دي دوش مراد وذات مثنيس يكفغن ماركان يسمون سن ذوك مزروين تمورث من الجزائر الحروف ندهف نكوني ساكين ندنس مكتين ودنين مازال انا في ادنيني مازال انا في فريد ادن جرن اما يعني يغالد الحكم يوجدوا الحكم يوجدوا ازايري دونك هذا راه تجمي تم قرانت يا كل يوم اذا يقدشن باش توجدن القديشه كاينين هذا راه تجميلت اما يتغيوانت يوصيو في قرون سما سامير وش مسي سما لي كوميتي دو فيلاج اما يا كل يوم ذي مجو هذا كاين يوزلن باش توجدن القديشه كاين زمرا ديني غاسكين دي دوش مراد ذا زامول سي ان روبير سي ان روبير يقلا قد تفندقس لي جينيراسيون لكن تورا خاطر يونجاجي اون ايتون جون يفكاد يفكاد دارتينس اون ايتون جون لاج دو 20 طون يكشم دي لورغانيزاسيون سبيسيال اللي لان دي ريد لان دي كرياتور بارمي لي فونداتور لورغانيزاسيون سبيسيال لوس اللي بارمي لي ريداكور لي ريداكتور امشادينيغ لا ديكلاراسيون 1 نوفمبر شتاكين هذا اتاسو تزارين الان الاق لي جينيراسيون تورا غتزرن نكوني سي اون فيرتي ايمين داكين نغنا في ثمورت من الجزائر ذيوث تاتي اوني اون انديفيزيبل نغن باش ثمورت من الجزائر اتعيش دون لا بروسبيريتي نغن باش تعيش ثمورت من الجزائر ذي توجدوت ذي تلليغ نكوني الاق نكمل في بريد اكيد نجرن اسن السي ولا الرحمه الساكيه كل يوم ذاك يقلينا في ثمورت اكيد ونظلف يمجو هذا النغ مازال عاشن درن ان شاء الله ان شاء الله هذه ظل العمر ان شاء الله الى ايتي تري جون افيك دون لو كلوز سالون بي الى كومونسي ا لوتي il est rentré au parti en 42 et il a commencé ses premières organisations pour les manifestations du 1er mai 1945 où 7 Algériens sont tombés martyrs et à partir de là il a continué c'était d'ailleurs on l'appelle le petit parce qu'il était le plus jeune, mais le plus jeune en âge. Mais en mentalité, c'était un stratège, c'était un idéologue. Son idéologie à Didouche, c'est de libérer le pays, une Algérie entière, indivisible, une Algérie éternelle. Et pour ça, il a tout donné. Didouche Morad, c'est chez lui. Il y a deux financiers. Il y a les Ben Bouleid, il est Didouche, qui ont accueilli toute la clandestinité, qui ont accueilli Los Alger, qui ont accueilli Ben Mehdi, qui ont accueilli Bétat et les autres. Même l'appareil, la Runio, je pense qu'elle a été achetée par l'argent de Didouche. Et Didouche ne faisait pas seul, il le faisait avec ses frères, Abdelrahman et le Shahid Didouche Hamid, dit Rachid. Il a été sauvagement torturé. Aujourd'hui, on n'a pas son corps. Son frère, le Kbir, Abdelrahman, qui était plus engagé que Houa Aouedham, il est mort qu'Ijab Boudiaf. Il a assisté malheureusement
un mauvais traitement dans notre histoire. Il a dit douche guerre si nous venons à mourir. Honorer nos mémoires, je reprends son ami Ben Mehdi qui a dit jeter la révolution au peuple, il va la prendre. Je suis content parce que je vois que le peuple maintenant, en dehors des créneaux officiels, est en train de se réapproprier la mémoire et l'histoire. C'est pour ça que je dis à ceux qui sont derrière cette initiative, merci, mais on doit continuer.